السيدات والسادة، المعلمون والمعلمات الأعزاء، حضورنا ومستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ونسعد باللقاء بكم في ملتقى معا نرتقي إكس. وفي البداية أود أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والعرفان على ما تبذلونه أنتم من جهود لاستمرار المسيرة التعليمية وإيصال الرسالة السامية للجميع بأهمية العلم وعلى رأسه أهمية اللغة العربية لغتنا الأم. معكم ميثا علي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومعي خلف الكواليس زميلاتي نهى الرستماني وعائشة المدني، وسنعمل جميعا اليوم بكل حب وبكل شغف لإيصال هذه الجلسة إليكم وهذه المحاضرة بكل، وجميعنا ننتظر ما سنستمع إليه من محاضرتنا لهذا اليوم. اعتاد المعلمون في دبي على تشارك تجاربهم المميزة والتعلم من بعضهم بعضا، وقد شارك الكثيرون منهم في سلسلة ملتقيات مع نرتقي منذ انطلاقتها في عام 2012. والآن وفي هذه الظروف فإننا جميعاً نعمل من منازلنا، ولكن ذلك لا يعني بأننا لا نستطيع مواصلة رحلة التعلم من بعضنا بعضاً. في الواقع إننا أمام فرصة رائعة، فأكثر ما نحتاجه اليوم حقيقة هو التواصل المثمر والفعال. ومن هنا يسعدنا أن نرحب بكم مرة أخرى في ملتقى مع نرتقي إكس، وهي نسخة جديدة من ملتقاكم مع نرتقي، ولكن بحلة رقمية ستجمع في أحضانها الكثيرين. وكما تعلمون يقوم المعلمون خلال هذه الفترة بتأدية رسالتهم بأسلوب جديد، ألا وهو تقديم تعليم هادف للطلبة عبر شبكة الإنترنت. وتجربة جديدة كهذه تحمل في جعبتها الكثير مما يمكن للمعلمين أن يتعلموه من بعضهم بعضاً، وذلك لأداء مهمتهم على أكمل وجه. ومن المؤكد بأن جميع المعلمين لديهم ما يقدمونه ويفيدون به زملائهم. لذا فإننا ننوه أن هذه الجلسة وجميع جلسات ملتقيات مع نرتقي مسجلة، ويتم تحميلها على الموقع الإلكتروني inthistogetherdubai.khda.gov.ae، وكذلك سيتم تحميل جميع الجلسات على قناة اليوتيوب الخاصة بهيئة المعرفة، ويمكنكم الرجوع إلى هذه الجلسات والاطلاع عليها في أي وقت. وسنسعد كثيراً اليوم كذلك بمشاركتنا آراءكم وأسئلتكم حول هذه المحاضرة، وذلك عبر قناة الأسئلة والأجوبة التي تجدونها في يمين الشاشة. لن أطيل عليكم كثيراً، فجلستنا لهذا اليوم مشوقة تحت عنوان التقييم الإلكتروني ودوره في توجيه التعليم. لذا أنقل الآن الكاميرا أو الميكروفون والكاميرا إلى زميلتي نهى الرستماني لتخبرنا أكثر عن محاضرتنا لهذا اليوم. إليك الميكروفون زميلتي نهى. شكراً ميثا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نهى الرستماني، وأحب أعرفكم بأستاذتنا الفاضلة الدكتورة غادة علي الجشعب، وهي حاصلة على دكتوراه في التربية تخصص مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، وهي أيضاً رئيس قسم مواد اللغة العربية لمرحلة الـ PXP في مدرسة دار المعرفة بدبي، ولها عدة أبحاث تربوية منشورة في اللغة العربية. والآن أنقل الميكروفون للدكتورة غادة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله. اليوم سنتبادل بعض الخبرات في محاضرة تحت عنوان التقييم الإلكتروني ودوره في توجيه التعلم. هدف محاضرتنا لهذا اليوم هو تبادل الخبرات الميدانية حول آليات التقييم الإلكتروني للمهام
دكتورة غادة، بس في خلل بسيط، أنا أعتذر على هالموضوع، سامحينا. أعيد، الصوت الآن واضح؟ أوكي، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومساكم الله بالخير. اليوم سنتبادل الخبرات سويا تحت عنوان التقييم الإلكتروني ودوره في توجيه التعلم. هدف المحاضرة لهذا اليوم هو تبادل الخبرات الميدانية حول آليات التقييم الإلكتروني للمهام الطلابية وانعكاس نتائجها على تعديل المنهج المدرس. وكما تعلمون أن التقويم في مجال تكنولوجيا التعليمات المعلومات أخذ مجالاً واسعاً في الآونة الأخيرة مع ظهور المستحدثات التكنولوجية كالوسائط المتعددة والشبكات الإنترنت، وأيضاً عبر الواقع الافتراضي الذي نمارسه الآن في التعلم عن بعد. وتعددت وتنوعت التعريفات حول تعريف التقييم الإلكتروني، ولكن سنتناول هذا التعريف الإجرائي. فيعرف التقييم الإلكتروني بأنه عملية توظيف شبكات المعلومات والتطبيقات الإلكترونية المتعلقة بها والبرمجيات التعليمية والمواد المقدمة من خلالها باستخدام وسائل التقويم لتجميع وتحليل استجابات الطلاب، بما يساعد المعلمين على تحديد تأثيرات البرامج والأنشطة التعليمية للوصول إلى حكم مقنن قائم على بيانات كمية أو كيفية متعلقة بالتحصيل الدراسي، بما ينعكس على أطراف العملية التعليمية. وبما أن التقويم هو أحد المكونات الهامة للمنهج ونتائجه مبنية عليه، فإننا هنا سنتناول ثلاثة جوانب مهمة. الجانب الأول وهو متابعة المعلمين لتعلم طلابهم عبر المهام الإلكترونية المناسبة لمستويات الطلبة، والجانب الثاني هو تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة عن بعد لرفع مستوى أدائهم، والجانب الثالث هو إنجازات الطلبة وحفظها في ملفات الإنجاز الإلكترونية للطلبة. وبما أن متابعة المعلمين لتعلم طلابهم تقع على عاتق المعلم، ولكي تكون هذه المتابعة ذات فاعلية يجب أن تمر بمراحل عدة. أولى هذه المراحل يحتاج المعلم أن يمر بمرحلة التدريس عبر الأنشطة والتدريبات الإثرائية، وفي هذه المرحلة يتم رفض الطلاب بمجموعة من الأنشطة والتدريبات، ممكن أن تتناول الألعاب التعليمية، ممكن أن تتناول بعض التطبيقات أو البرمجيات لأنشطة تتناول أسئلة وأجوبة، مسابقات، ممكن مقاطع مسجلة صوتية ومرئية يبث متضمنة، أو رحلات افتراضية. هنا في عملية التدريس يستطيع المعلم أن يتناول الكثير من الأنشطة والتدريبات التي تخدم الفهم والاستيعاب أو تؤدي إلى الفهم والاستيعاب عند الطلبة. ثم بعد أن ينتهي المعلم من مرحلة التدريس ينتقل المعلم إلى مرحلة التعليم. ومرحلة التعليم هي تقوم عبر نقل الطالب أو جعله يمارس التعلم الذاتي بحيث يعتمد على نفسه، وذلك عبر مهمة الدرس. طبعا هذه المهمة التي تكون مرتبطة بالدرس أو مرتبطة بالمهارة اللغوية التي يريد أن يعلمها المعلم للطلبة تحتاج أن تكون لها مجموعة من المعايير أو أن تنبني على عدة أسس. أولى هذه الأسس هي ارتباط المهمة بمؤشرات المهارة، يعني عندما يريد المعلم أن يوظف مهمة خاصة يكلف بها الطالب مرتبطة بالمهارة تكون يبني أو يحدد المؤشر المطلوب من المهارة حتى يستطيع توجيه تعلم الطلبة. ثم بعدها، بعد أن يحدد المعلم المؤشر أو الناتج التعليمي المحدد من هذه المهارة، يقوم المعلم بإدراج المهمة الإلكترونية بحسب الفروق الفردية. طبعاً وهنا تتنوع عينات الطلبة، يعني المعلم ممكن العينات الطلبة المتمثلة بالشعب الصفية أو ما نسميه الآن في التعلم عن بعد الشعب الافتراضية.
وهذه تختلف من شعبة إلى أخرى، أو من معايير الطلبة من عينة إلى عينة أخرى. يعني ممكن أحيانا بعض الشعب أو العينات الطلبة تكون مثلا مندرجة تحت مستويين فقط، يعني مستوى الإنجاز المتوقع والمستوى الذي فوق التوقعات. هناك بعض الشعب الافتراضية ممكن أن تكون، أو الصفية عبر التعلم عن بعد ممكن أن تكون متناولة عدة 3 مستويات. فهنا المعلم يحتاج أن يدرج المهمة بما يتناسب مع مستويات الطلبة، فممكن أن يدرج مثلا المهمة ألف والمهمة باء والمهمة مثلا جيم، يسميها بالاسم الذي يريده، عبر مثلا المهمات يعني الأسايمنت. فهذه وأيضا المعلم عندما يراعي الفروق الفردية أو يدرج المهام بحسب الفروق الفردية، يجب عليه أن يلاحظ أو أن ينتبه أن يكون المؤشر الموظف بحسب مستوى الطالب، يكون يوظف هدف قريب منه يعطي تحدي لهذا المستوى. يعني كمثال مثلا ممكن المعلم يوظف في مهارة مثلا في مهارة النحو، في مهارة الكتاب مثلا، في مهارة النحو ممكن أن يطلب المعلم مثلا من الطلبة قليلي التحصيل أن ينشئوا جملا يوظفوا من خلالها القاعدة النحوية أو القاعدة الإملائية المراد تعليمها، فيعطي الطالب هذا الهدف المناسب لمستواه، ثم يعطيه مثلا هدف تحدي مضاف إليها، مثلا جمع هذه الجمل ضمن فقرة قصيرة وهكذا. يعني عندما يراعي المعلم الفروق الفردية، يدرج المهام بحسب الفروق الفردية، ولكن يحتاج أيضا في ضمن إدراج المستوى أن يعطي هدف قريب من الهدف الذي يمارسه الطالب بحسب مستواه، ولكن يشكل تحدي حتى يستطيع الطالب أن يرفع من مستوى أدائه. ثم بعدها المهام الإلكترونية لها أشكال كثيرة. هنا المعلم ممكن له أن يختار الشكل المناسب، إما أحياناً أن يختار الشكل الإلكتروني المناسب للمهارة، أو في بعض الأحيان ممكن المعلم أن يختار هو شكل معين يحتاج أن يوظفه مثلاً في ضمن هذا الدرس. فهنا تتنوع الأشكال الإلكترونية، ممكن أن يدرج المهمة عبر نموذج وورد مفرغ، أو ممكن المعلم أن يدرج مثلاً مجموعة، مثلاً يطلب من الطالب أن يقوم بتسجيلات مثلا صوتية، ممكن يطلب منه تسجيلات لمقاطع صوتية ومرئية مثلا عبر الفيديو. هنا المعلم لديه الكثير من الأشكال الإلكترونية، يحتاج أن يوظفها أو أن يقدم المهمة في عبر هذا القالب. ثم بعدها تأتي النقطة التي تليها، هي متابعة تنفيذ المهمة، وهنا على المعلم أن يلاحظ أن تنفيذ المهمة يستوعب جميع الطلاب أو يتابع الطلاب، بحيث أن جميع الطلبة بكافة مستوياتهم أنجزوا المهمة. وهنا المعلم يحتاج إلى ملفات سجلات متابعة إلكترونية. طبعا هنا المعلم يحتاج بإمكانه اختيار الشكل المناسب لسجلات المتابعة، بحيث هنا لأن هذه السجلات سيدون عبرها المعلم من الطلبة الذين أنجزوا، من الطلبة الذين لم ينجزوا، من الطلبة المتغيبين وهكذا. فهنا المعلم يحتاج أن يوجد نموذج أو أن يختار بالأحرى نموذج إلكتروني يتابع من خلاله تنفيذ المهمات، بحيث يستوعب كل عينة الطلبة التي بين يديه في التنفيذ. ثم بعدها ينتقل المعلم بعد أن تأكد أو تابع تأكد أن جميع الطلبة أنجزوا المهام، إلى حفظ وتجميع أداء الطلبة. يحتاج المعلم أيضا أن يحفظ أداء الطلبة ويجمعه، لأنه سيستخدمه في عملية وصف التقدم للطلبة. الجانب الثاني هو تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة. طبعا كما نعلم أن التغذية الراجعة هي شيء مهم بالنسبة للطالب، لأنها تبين له مدى مستوى أدائه. ولكي تكون التغذية الراجعة نافعة، يجب أن تتمتع بمجموعة من الصفات، أو أن يكون لها، يجب أولاً أن تحدد بوقت. فهي لها أوقات، إما أن تكون التغذية الراجعة من قبل المعلم لأداء الطالب، إما أن تكون مباشرة أمام الطالب،
أو أن تكون مؤجلة. وهنا إذا كانت مباشرة أمام الطالب، هنا باستطاعته المعلم أن يوظف مثلا وقت من يأخذه من مجموع الحصص الدرسية في الأسبوع، فيخصص مثلا يخصص حصة درسية يقوم من خلالها مثلا الطلاب بتسليم المهام وإعطائهم التغذية الراجعة وجها لوجه. أو أن تكون مؤجلة، أن مثلا يعطي المعلم الطالب المهمة ويحدد لها مثلا عدة أيام ويبدأ بتجميع المهمة، ثم يعطي التغذية الراجعة عبر ما نسميه المراسل، يعني الأونلاين. فهنا فالمعلم هنا في الخيار، احيانا يحتاج ان يوظف ان تكون التغذيه الراجعه يعطيها مباشره امام الطالب، واحيانا تكون مؤجله يرسلها له طبعا. والان في عمليه العمليات الان الالكترونيه والتعلم عن بعد، التغذيه الراجعه المؤجله تكون انفع من الميدان، لان مثلا ممكن في الميدان عندما كان المعلم في الميدان ياتي بتصحيح الدفاتر واعطاء الطالب مثلا خارج الحصه، ثم بعدها يقوم في اليوم الاخر او في حصه اخرى مثلا بتسليم الطلاب الدفاتر. هنا ممكن الطلبه حتى ان كانوا صغارا او كبار ممكن لا يفتحوا التغذيه الراجعه ويقرؤوها، ولكن هنا الآن في استخدام التكنولوجيا الحديثة، إذا المعلم حتى لو استخدم التغذية الراجعة المؤجلة بإمكانه أن مثلا يعطي للطالب، فتأتي الطالب رسالة أو مؤشر بأنه مثلا تم مثلا إدراج التغذية. أيضا طبعا التغذية الراجعة لها أشكال، إما أن تكون وصفية أو أن تكون تقييمية. الوصفية هي التي تبنى على بأن يصف المعلم يعطي ملاحظاته طبعا على أساس المؤشرات المطلوبة أو الأهداف المطلوب من الطالب تحقيقها، فإما أن يعطيها على شكل وصف يكتب المعلم يصف عمل الطالب، أو أحيانا أن تأخذ الشكل التقييمي. طبعا الشكل التقييمي إما أن يدرج المعلم للمهمة نقاط، مجموعة من النقاط، أو أن يستخدم الدرجات. وأيضا بإمكان المعلم أن يستخدم التغذية الراجعة بشكلها، يعني يأخذ الشكل الوصفي يعطي ملاحظات على أشياء معينة، ويعطي أيضا مجموعة من النقاط ممكن لتحفيز الطلبة أنه يعني كلما أخذ مثلا أدى أداء عملي يأخذ مجموعة من النقاط. طبعا من أنواع التغذية الراجعة إما أن تكون عامة تقيس الكل، أو أحيانا تكون مركزة تقيس جزء معين. يعني أحيانا ممكن المعلم يعطي مهمة مثلا كتابية، ولكن هو يهدف بمفهومها العام، يريد أن يقيس فيها فقط الفهم العام للطالب. وأحيانا ممكن يعطيه مثلا أيضا مهمة كتابية، ولكن الهدف منها أن يقيس المعلم جزئية معينة، مثلا تصحيح الأخطاء الإملائية. يستطيع المعلم أحيانا أيضا أن يدمج بين النوعين، وخاصة في مهارة الكتابة. طبعا أدائها إلكترونيا لها أشكال كثيرة التغذية الراجعة، إما أن يعطي كما قلنا أن المعلم ممكن أن يدرج نموذجا معينا، أو نموذج يعني يظهر للطالب التغذية الراجعة، أو مثلا يستخدم الرسائل، يستخدم الصور. هناك الكثير من الأشكال الإلكترونية للتغذية الراجعة. طبعا من أهمية التغذية الراجعة، هي مهمة للطالب لأنها تعزيزية وإخبارية. تعزيزية تعزز أداء الطالب، بحيث الطالب يعني تعطيه تعزيز ليرفع من مستوى أدائه، وأيضا إخبارية يعني تعزيزية ممكن من خلالها المعلم يعزز الطالب، يعزز من أدائه، يمدح أدائه. وأيضا إخبارية تخبر المتعلم بنقاط القوة والنقاط التي تحتاج أن يحسنها. من صفات التغذية الراجعة أنها تحدد الأهداف والنتائج، يعني تبين للمتعلم ما الأهداف المطلوبة منه وما النتائج التي حصل عليها من أدائه العملي. الجانب الثالث وهو متعلق بجانب إنجازات الطلبة. طبعا إنجازات الطلبة في هذه الفترة، يعني الآن خاصة في فترة توظيف الآن التعلم عبر التعلم عن بعد وعبر الحصص هذه الافتراضية وحصص البث المباشر، نحتاج إلى أنه نجمع إنجازات الطلبة عبر ملفات الإنجاز الإلكتروني. طبعا وفي هذا الجانب نستطيع أن نستغل نقطة مهمة جدا، وهي أن ندرب المتعلمين على التصميم والابتكار في تصميم ملفات الإنجاز الخاصة بهم، خاصة في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. طبعا هناك أشكال كثيرة لملفات الإنجاز الإلكتروني كما تعلمون، نستطيع أن ندرب عليها المتعلم، إما أن تكون عبر الملفات الخاصة، التسجيلات، المقاطع، وأيضا ممكن أن ندرب الطالب أو نعرض له نماذج كيف يفرز
كيف يفرز أداؤه العملي حسب المهارات. يعني أنا ممكن مثلا ممكن المعلم يعد نموذج مثلا لحفظ أداء الطالب في العروض الشفوية في مهارة المحادثة، ويعد نموذج آخر خاص مثلا بمهارة الكتابة، كتابة النصوص، كتابة القصص، الأبحاث، يجمع خلالها الطالب جميع أعماله أو أداؤه العملي في الكتابة. أيضا ممكن المعلم أيضا يوجد نموذج أو يعرض للطالب نموذج مثلا لحفظ النصوص القرائية أو نصوص تحليل الملفات التي تحتوي على يعني نصوص مختلف النصوص الأدبية والمعلوماتية، تحليل النصوص. فهنا يعني يدرب الطالب على استخدام عدة أشكال من ملفات الإنجاز، وبنفس الوقت يتدرب الطالب على فرزها بحسب المهارات. سنستعرض الآن مجموعة من النماذج من آليات التطبيق، وهي نماذج ميدانية قمنا بتنفيذها في مدرستنا خلال فترة التعلم عن بعد. وقبل أن أتناول هذه النماذج، كما نعلم أن التقييم الإلكتروني من ميزاته أنه يسهل يوفر أو يسهل العملية على المعلم، ويوفر الوقت والجهد على المعلم، بحيث أنه لأنه يستطيع الطالب أن يمارسه من أي مكان وبطريقة منظمة. يستطيع أيضا ممكن أن يرفض الطالب بالنتيجة بشكل مباشر، يعني يقوم مباشرة الطالب يحصل على النتيجة. أيضا من ميزاته أنه ممكن أثناء في جانب التقييم الإلكتروني ممكن أن ننشئ بنك من الأسئلة يستطيع المعلم أن يستخدمها. ونستعرض الآن مجموعة من النماذج التي قمنا في تطبيقها. النموذج الأول اللي هو أدوات التقويم المستمر، وهذه الأدوات تمارس في نهاية تعليم المهارة، الهدف منها قياس مدى استيعاب الطلبة للأهداف التي وظفت أو المؤشرات التي طلبت من الطلبة، يقاس مدى الفهم والاستيعاب حتى يستطيع المعلم يتمكن الانتقال إلى المرحلة التي تليها أو إلى المهارة التي تليها. وأيضا هنا يعني يفضل على المعلم أن ينتبه إلى مثلا بيانات أدوات التقويم، لأنها مهمة جدا في مراقبة عملية التقدم. فعندما الطالب مثلا إذا كان معظم الطلبة حصلوا على درجات جيدة فما فوق، فهذا يعطي مؤشر للمعلم أنه الآن أن أغلب الطلبة حققوا الفهم والاستيعاب، وبإمكانه الانتقال إلى مؤشر آخر أو إلى درس آخر. أدوات التقويم المستمر أيضا الإلكترونية تنفذ في عدة أشكال عبر الخيارات من متعدد، عبر السؤال والجواب، ما يسمى يعني في التيست ممكن أن نأخذ مثلا جواب، ولكن هنا المعلم ينتبه أن يكون الجواب محدد حتى يستطيع مثلا البرنامج من تصحيح السؤال. أيضا هناك ممكن أن نأخذ أشكال الرايتنج اللي هي الكتابة. أيضا الشكل الثاني هو الاختبارات القصيرة الإلكترونية. طبعا الاختبارات القصيرة كما تعلمون هي التي تنفذ على مستوى الوحدات، الهدف منها مثلا قياس وحدة دراسية، مجموعة من الدروس. أيضا لها كأشكال الأدوات التقويم المستمر إلكترونيا ممكن أن نستخدم فيها الاختيارات من متعدد، أيضا نستخدم ممكن فيها حتى الصور مثلا ويعبر الطالب بالكتابة، ممكن نستخدم من خلالها التسجيلات الصوتية والصوتية والمرئية، أو وتتم عبر الوحدة الدراسية. أيضا من النماذج التي قمنا بتنفيذها هي سلالم التقدير اللفظي، ولكن سلالم التقدير اللفظي من ميزاتها أنها تستخدم في جوانب، أحيانا جوانب محددة أو مهارات محددة. فاستخدمناها طبعا في مهارتي المحادثة والكتابة. أيضا لها يعني يستطيع المعلم هنا أن يستخدم عدة أشكال إلكترونية. الشيء الأساسي هي في سلالم التقدير اللفظي أن المعلم يقوم بإدراج مجموعة من المؤشرات المطلوبة في توظيف مثلا مهارة المحادثة. على سبيل المثال يريد المعلم مثلا من الطالب هنا أن يقدم عرضا معلوماتيا حسب المراحل. أحيانا في بعض المراحل الطالب يقوم مثلا بعرض قصة استمع عليها، في بعض الصفوف مثلا يقوم الطلبة بعرض
بعرض مثلا التحدث عن محتوى كتاب، تختلف العروض في هدفه. فهنا المعلم مثلا إذا كان عنده مثلا عرض لمهارة المحادثة، يريد الطالب أن يعرض مثلا نصا معلوماتيا أو أن يريد مثلا يتحدث في موضوع علمي مثلا، هنا المعلم يحدد مجموعة من المؤشرات، مثلا كأن يطلب من الطالب أن لا يتجاوز مدة الحديث مثلا مدة الثلاث دقائق، مثلا أن يستخدم المتعلم اللغة العربية الفصحى، أن مثلا يراعي مثلا المتعلم تسلسل الأفكار، أن يدرج مثلا مجموعة من المعلومات مدعومة مثلا بالأدلة والشواهد وهكذا. فهنا المعلم يدرج مجموعة هذه المؤشرات في ملف، ممكن يستخدم الملف الإلكتروني اللي هو عبر الوورد ويدرج فيه أسماء كل الشعبة مثلا، جميع الطلبة في الشعبة، ويقوم الآن مثلا ويقوم الطلبة بالتحدث بعرض مثلا المحادثات، وهنا المعلم يعطي النقاط على أساس التحدث وهكذا. أيضا في مهارة الكتابة بنفس الشيء، مثلا ممكن الطالب يقوم بكتابة نص أدبي، ممكن يكتب نص معلوماتي، يضع المعلم المؤشرات التي يعني سيحتاج الطالب أن يوظفها أثناء أدائه العملي ويدرجها أيضا، إما في بطاقة واحدة مثلا تشمل كامل العينة، أو أحيانا ممكن تكون في بطاقات خاصة بالطالب وتوضع في ملف الإنجاز الخاص بكل طالب على حدة. وأيضا بعد أن يقدم الطالب مثلا المسودة، يقوم المعلم بتقييم الطالب وإدراج هذه الأداة عبر إما عبر سجلات المتابعة الخاصة بالمعلم أو عبر ملفات الطالب الإلكترونية. فسلالم التقدير اللفظي توظف بشكل خاص في مهارتي المحادثة والكتابة. أيضا من النماذج التي طبقناها في أثناء التعلم عن بعد من نماذج التقييم الإلكتروني اللي هي المقابلات الشخصية عن بعد، يعني يقوم المعلم بإيراد مجموعة من الملاحظات لديه في بطاقات خاصة ويقوم بإجراء مقابلات مع الطلبة يقيس من خلالها عدة أهداف. وطبعا وهذه الأداة متناسبة جدا مع مرحلة رياض الأطفال، خاصة مرحلة الطفولة المبكرة. كما تعلمون أن الأطفال أحيانا لا يستطيعون الدخول على كل البرمجيات أو ممارسة التقييم الإلكتروني بمفردهم، لأنهم يحتاجون من يكون معهم أو يقرأ لهم السؤال، فممكن نستخدم المقابلات الشخصية عن بعد، وقد قمنا بتطبيقه في مرحلة التقويم في مرحلة الطفولة المبكرة في مدرسة دار المعرفة عبر مجموعات التعلم الصغيرة، بحيث يوم الخميس كان الطلبة يتعلمون عبر المجموعات بحسب، وهذه المجموعات مفروزة حسب الفروق الفردية، هم في أربع أيام من الأسبوع في أربعة أيام من الأسبوع يتعلمون ضمن الحصص العادية، يوم الخميس تخصص الحصص عبر مجموعات التعلم الصغيرة مفروزة بحسب المستويات، فتستخدم المعلمات المقابلات الشخصية لمراقبة عملية التقدم. وأيضا ممكن استخدامها في الاختبار التحصيلي في نهاية العام الدراسي، ولكن ينتبه المعلم أو المعلمات، وخاصة أن تكون مبنية على أساس المعايير، تكون مدرجة المخرجات مثلا ماذا أريد من الطالب في نهاية مثلا الطفولة المبكرة، أو أيضا حتى ممكن استخدام المقابلات الشخصية أيضا ممكن أن تستخدم في مستوى أعلى في الابتدائي وفي الإعدادي والثانوي، ويدرج خلالها المعلم المخرجات التي يريدها مع تجهيز بطاقة أخرى تتضمن أو شراء عرض تضمن الأسئلة التي سيسألها الطالب. طبعا وهنا أيضا إذا كان هنا المعلم يحتاج أن ينوع في الأسئلة، يعني إذا بدأ المقابلة الشخصية مثلا في هذه الحصة مع خمسة طلاب يحتاج أن ينوع في الأسئلة. أيضا من التقييمات من أنواع التقييم الإلكتروني هي الأبحاث الإلكترونية وتحليل الاستبانات. طبعا والأبحاث خاصة تطبق بالنسبة، يعني يحتاجها الطلبة كثيرا في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. هنا يقوم المعلم مثلا بإدراج البحث وبإدراج، وأيضا هذا يعني يأخذ شكل، يعني بإمكان المعلم أن يأخذ شكل في متابعة مصداقية التقييم في الأبحاث، كأن مثلا يطلب من الطلبة مثلا يدربهم على آليات الاقتباس، كيف مثلا يقتبس المعلومات، لا يذهب أن يقتبسها كامل، يحدد مثلا أنه هو يقوم بعملية البحث حتى بنسخ المعلومات واقتباسها عبر الفهم والاستيعاب، يعني يقرأ كثيرا ثم يقوم. نعم. دكتورة غادة، أنا شكرا دكتورة غادة على العرض القيم، أنا جدا أعتذر عن المقاطعة لأن الوقت ضيق وعندنا فقرة الأسئلة إذا تسمحي لي، يعني تمام. ثم أنا بعدها جدا أعتذر. طيب ثم بعدها الاختبارات
التحصيلية التي في تكون في نهاية العام مبنية على أساس المخرجات. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. شكرا. شكرا وحياكم الله. الآن راح أبتدي فقرة الأسئلة. جاهزة دكتورة؟ تفضلي. السؤال الأول، ما مدى مصداقية التقييم الإلكتروني في ضوء عدم القدرة على مراقبة سير الامتحان في المنزل؟ المصداقية ممكن أن نقيسها بشيئين، من الناحية الفنية ومن الناحية الأكاديمية. من الناحية الفنية بتطبيق برمجيات تتابع الطلبة، أو مثلا باستخدام مجموعات التعلم الصغيرة أثناء تأدية الامتحانات، نحدد مثلا وقت ساعة مثلا يدخل فيه 5 طلاب مع تشغيل الكاميرا والمايك، ويكونون الطلاب أمام المعلم وجها لوجه. هذا من وأيضا ممكن في برامج كثيرة استخدمت في المراحل الثانوية والجامعية، التي مثلا الفنية التي تراقب أداء الطلبة أثناء تنفيذ الامتحانات. والشكل الثاني، الشيء الثاني، هو الجانب الأكاديمي. نراعي المصداقية عندما نبني اختباراتنا التحصيلية على أساس المخرجات وليس على أساس المادة العلمية التي درسها الطالب. يعني مثلا في اللغة العربية نأتي بنصوص خارجية هي فيها نفس المهارات التي تعلمها الطالب، ولكن مواضيع لم يسبق له أن قرأها، يتقاس عليها المهارة، ويقوم المعلم هنا بتوظيف الاختيارات من متعدد القائمة على أساس الاستنتاج، بحيث هنا الطالب يعني يمارس المهارة وليس المعلومة. شكرا. السؤال الثاني، كيف نستطيع عمل تقييم إلكتروني لمهارات الإبداع والتحليل؟ بالنسبة للتقييم الإلكتروني لمهارات الإبداع والتحليل، أولاً سأبدأ بمهارة التحليل. هي من المهارات السهلة جداً والمتيسرة جداً في توظيفها في التقييم الإلكتروني، وهي المبنية على أساس تحليل النصوص الأدبية. طبعاً هنا المعلم يوظف الاختيارات من متعدد، يأتي بالنص ويطرح عليه مجموعة من الأسئلة، يستطيع يوظف خلالها مثلاً الكثير من الأسئلة، ولكن يحتاج المعلم أن يرفض النص ثم يرفض أسئلة، وخاصة الاختيار من متعدد في تحليل النصوص. أما بالنسبة لمهارات الإبداع، طبعاً الإبداع في اللغة، في جانب اللغة بشكل عام، أكثر شيء يتناول عمليات الكتابة وعملية التأليف. وهنا أيضاً المعلم يستطيع أن يوجد نماذج إلكترونية لمثلاً يقوم مثلاً المعلم في هناك التقييم الإلكتروني اللي أصلاً هو مسمى رايتينج، اللي هو خاص أصلاً في الكتابة، يدرج الموضوع المعلم الذي يريد من الطالب أن يؤلفه أو يكتب، والطالب يقوم بالإرسال، بالكتابة والإرسال مباشرة أونلاين على المعلم. السؤال الثالث، سامحيني المقاطعة، السؤال الثالث، كيف نقيم أصحاب الهمم إلكترونيا؟ كيف نقيم أصحاب الهمم إلكترونيا؟ أصحاب الهمم يعني هم اللي مثلا موجودين، إحنا في مدرستنا في عندنا من أصحاب الهمم، ماذا فعلنا في المدرسة؟ خصصنا لهم شعب خاصة في الدعم، يعني شعب مستقلة، يعني نعاملهم على أساس الصف، ولكن هم لهم شعب خاصة. التقييم الإلكتروني لأصحاب الهمم أكثر شيء نافع معهم، اللي وجدناه نحن مارسناه كثيرا، اللي هي المقابلات الشخصية، المقابلات الشخصية أو التسجيلات، يعني طبعا هنا حسب المهارة، ولكن المقابلات الشخصية وجها لوجه مع تسجيل الملاحظات من قبل المعلم، هذه تكون يعني ممتازة، وحفظ هذه المقابلات في ملفاتهم الإنجاز. السؤال الرابع، كيفية تطوير المهارات لغير الناطقين؟ والله تطوير المهارات لغير الناطقين، مهارات اللغة العربية، يعني البرمجيات والبرامج والأنشطة والاستراتيجيات كثيرة يعني، وأكيد متناولة بشكل كثير، ولكن نركز، أهم شيء نركز عليه هو الاستعمال الوظيفي للغة، يعني وبخاصة في مهارتي الكتابة والمحادثة، كون يعني هم الطلبة الغير ناطقين اللغة العربية ليست لغتهم الأم، فنحتاج أن نفعل عملية التعليم أكثر من التدريس، يعني أن نركز على أدائهم العملي، كأن نربط مثلا الكتابة بالمحادثة، يعني مثلا نطلب من الطالب يكتب ضمن موضوع معين ثم يقدم عرضا شفويا أو يمارس المحادثة، فنركز على جانب التعليم وأداء الطالب أكثر من كمية الأنشطة، يعني نولي الاهتمام في التعليم أكثر من التدريس.
شكرا. السؤال الخامس، هل يجب أن ترتبط نتيجة التقييم الإلكتروني بمستوى التلميذ الحقيقي وكيف نحقق ذلك؟ عيدي السؤال لو سمحتي. هل يجب أن ترتبط نتيجة التقييم الإلكتروني بمستوى التلميذ الحقيقي وكيف نحقق ذلك؟ هنا أظن يعني أعتقد السؤال هنا المقصود فيه بالمستوى الحقيقي، هل هو إذا كان هو المستوى حسب مثلا ليفل الطالب أو أداء الطالب، يعني هل هو من الإنجاز المتوقع أو من الإنجاز الذي يفوق التوقعات. هنا نعم يجي إذا كنا نريد أن نقيس مثلا إنجاز الطالب بحسب مستواه، نحتاج أن نربط هذا التقييم بالمستوى الحقيقي للطالب، يعني بحيث نعد له اختبار خاص يناسب هذا المستوى حتى نستطيع أن مثلا نحدد ما الذي سنفعله معه، ما الذي سنعلمه أكثر، ما الذي يحتاجه. فإذا كان هو حسب المستوى، نعم نحتاج أن نربط بينه وبين المستوى الحقيقي، يعني بحيث نفعل تقييم إلكتروني مناسب للمستوى الحقيقي للطالب. السؤال السادس، هل نستطيع قياس أداء الطلبة بدون اختبارات؟ نعم نستطيع، وبخاصة في عملية مراقبة التقدم، يعني إحنا ممكن أن نقيس أداء الطالب العملي في عبر المهمات، ولكن هذا الجانب سيغطي لنا جانب مهم هو جانب التقدم الدراسي، ولكن لا غنى عن الاختبارات في لقياس تحصيل الطلبة. التحصيل الدراسي يحتاج، ولكن ممكن أن نستغني عن الاختبارات في مراقبة عملية التقدم، وتكون عبر المهمات وعبر تفعيل التغذية الراجعة بآليات منظمة ومتكاملة. السؤال السابع، كيف نقيم لمرحلة رياض الأطفال؟ التقييمات لمرحلة رياض الأطفال، إذا نريد أن نقيم التقييم على مستوى الأسبوع، ممكن في مرحلة الطفولة المبكرة نستخدم مجموعة من الألعاب التعليمية المتعلقة في اللغة، بعض الأسئلة والأجوبة، المسابقات، نقيس من خلالها. مثلا عندنا في هذا الأسبوع تدريس حرف للطلاب، ممكن أن نفعل مجموعة من الألعاب نقيس من خلالها قراءتهم فهمهم، نستخدمها في التقويم الإلكتروني. أما في الاختبارات التحصيلية النهائية اللي نقيس فيها المخرج النهائي، نستخدم المقابلات الشخصية للأطفال. السؤال الأخير، أي برنامج يمكن استخدامه لعمل الاختبارات الإلكترونية ويعطي النتيجة في نفس الوقت وأن يكون مجاني بدون رسوم؟ والله في برامج كثيرة يعني، بس الآن البرنامج المتوفر على تيمز اللي هو على فورم في تيمز في 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 أيقونة الأسايمنت، المهام، يوجد المهام مع الكويز على برنامج التيمز، متوفر مجاني، سهل، متيسر، ولكن يحتاج المعلم أن يجربه يعني ويتابعه فنيا حتى يجد، حتى يعني مثلا يتعرف على خاصياته. في هناك برامج كثيرة، بس الآن برنامج التيمز اللي هو الآن يفعل في التعلم عن بعد، يوجد في المهام في الأسايمنت أيقونة خاصة في الاختبارات، مجانية وسهلة الاستخدام، وإلها آليات فنية يتابعها المعلم، ممكن من خلالها يحصل على تقييم جيد منظم ويعني ذا مصداقية. شكرا دكتورة غادة على إجابة الأسئلة، والآن أنقل الميكروفون لأخت ميثا. أعود إليكم مجدداً، وأود أن أشكر الدكتورة غادة على هذه المحاضرة المشوقة التي أثرت معلوماتنا وأعطتنا الكثير من الأشياء التي أنا متأكدة أنكم جميعاً تمرون بها خلال حصصكم الدراسية بشكل يومي. وقبل أن نختم، أريد أن أطلب منكم من بعد إذنكم أن نأخذ قليلاً من وقتكم لتعبئة الاستبيان الذي تم وضع الرابط له في الفا
فقرة الأسئلة والأجوبة. كان هنالك خلل في الرابط، ولكن الآن يمكنكم فتح الرابط، فيرجى استخدامه ومشاركتنا آراءكم، لأن هذه الآراء مفيدة جداً وتساعدنا على التخطيط والعمل على البرامج القادمة. إذن نعطيكم الآن دقائق قليلة لتعبئة الاستبيان. حضورنا الأعزاء، نشكركم جميعاً على تواجدكم معنا اليوم في هذه الجلسة، وكما قلت لكم سابقاً بأن جميع جلسات ملتقى معاً نرتقي سيتم تسجيلها وتحميلها على الموقع الإلكتروني In This Together، وكذلك على قناة اليوتيوب الخاصة بموقع الخاصة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية. سيكون لدينا إن شاء الله في كل أسبوع جلسة باللغة العربية، لذلك نطلب منكم مراجعة دائما الموقع الإلكتروني والاطلاع عليه لمعرفة المستجدات والجلسات التي ستكون إن شاء الله في الأسبوع القادم والأسابيع القادمة، ونتطلع إلى الاستماع إلى آرائكم إذا لم تقوموا بملء الاستبانة بعد، وكذلك التواصل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا كنتم تريدون أن تكونوا المتحدثين القادمين كذلك في ملتقيات مع النرتقي، يرجى التواصل معنا من خلال قنوات التواصل الموضحة على المواقع الإلكترونية، وجميعنا نسعد بمعرفة ما تريدون تقديمه لمجتمع المعلمين في اللغة العربية. طاب مساؤكم، وأشكركم على حضوركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.